تحياتي للجميع مرة أخرى أيها الأصدقاء. باران وديلان في كان تشيتشلرين، مرة أخرى عينان ونافورتان. الآن يمكن أن يكتبوا في مذكراتهم أنهم وقعوا وثائق الطلاق وهم يبكون. من أين حصلت على هذا الطلاق عندما كان كل شيء على ما يرام؟ على الرغم من كل شيء، ألقى الثنائي بأنفسهم على الشاطئ مرة أخرى. لحسن الحظ لا يوجد شجار، حتى أنهما يستمتعان بوقتهما. هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها ديلان يستمتعان بصدق وإخلاص. ماذا يعني هذا؟ بدأت تشعر بالراحة بجانب باران، وشيئا فشيئا تلين الكلمات الحلوة لبعضها البعض بين الزوجين. وكما قلنا، فإن ديلان وباران عنيدان، استعدوا لرؤية الثنائي في أروقة المحكمة. من ناحية أخرى، فإن وضع باران وديلان يرثى له، حتى كادر يعتقد أنه في القريب العاجل سيعبر الثنائي عن حبهما لبعضهما البعض. ستكون والدة باران بلسما لجرح الثنائي بالملاحظة التي تركتها على صفحة في الماضي. هذا المشهد ذو مغزى كبير. توجه والدة باران رسالة رسمية إلى ابنها وزوجة ابنها. يجب أن يفتح باران وديلان أعينهما الآن ويحاولان رؤية الحقيقة. يجب ألا ينتهي هذا الحب في قاعة المحكمة. نعم يا أصدقائي، لا تنسوا مشاركتنا بآرائكم حول الحلقة الأخيرة من مسلسلنا في قسم التعليقات. هذا كل ما لدينا الآن، ولا تنسوا أيضاً الاشتراك في قناتنا والإعجاب بفيديوهاتنا لاستمرار مثل هذا المحتوى. وداعاً إلى اللقاء في فيديوهاتنا الأخرى.